البشر وراحت عيوني لمرآها تعالوا أسبح مبدعها في مصور فها قطعة من رخام تعشق رائحة الياسمين فأزهر جوري وريحان مسك وعنبر فاح بصرح تلون أخضر علاه هلال وزان حلاه أذان باسم الخلاق كبر زاد دقات الأجداء صلاة بها الروح تطهر فتعبق بالبخور مطارح يحنو بها كل قلب تحجر فما أفعل كي أنال رضاك وفيك بذرت صبايا وأبشر فهل من يزغرد ويعلي نداء لفرحة قلبي بجرح تخمر فما أفعل كي أنال رضاك وفيك بذرت صبايا وأبشر شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا فهل فيك أكبر ووعد دهري فعليت قبري وفستان عرسي بفلك عمر صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا يوم السبت 21 الأول يوم جديد عم نستقبل فيه شهر جديد إن شاء الله يكون حامل السلام والطمأنينة لجميع المشاهدين تحية صباحية معطرة أكيد بنسائم تشرين وريحة النصر موجهة هاي التحية لحومات الديار رجال الجيش العربي السوري يلي عم يسجلوا كل يوم بتضحياتهم نصر جديد وعم يأكدوا الأمل وإرادة الحياة بقلوب كل السوريين رحلة صباحية جديدة رح نبدأها لكن بداية بدي صبح على نور كيفك يا نور؟ تمام يسعد صباحك ليا صباحك يسعد صباحك وصبيح صباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية يلي قرروا أنهم يرافقونا سواء من بيوتهم أو أماكن عملهم صباح جديد عم يرسم ملامحة تشرينية على أرض مش التاريخ بين شوارعها واستوطن بين حاراتها ليعلن للعالم أن سوريا هي مهد الحضارات ومنبع الثقافات ملتقاها. صباح الخير لحومات الديار يلي بيرسموا ملامح الأمل بقلوبنا عبر إصرارهم وتضحياتهم صباحنا بلش مع ضيوفه وفقراته لكن كالعادة نبتدي بعد الفاصل Thank you.
نور أكيد صباحنا، ومثل العادة منبلش بالأخبار المنوعة. وبداية جولتنا لليوم وأول خبر من عالم الصحة، حيث أعلن قسم المنطقة المعني بشؤون حماية الصحة العامة وبمشاكلها الاجتماعية والبيئية بأن أكثر من 90% من هواء الأرض ملوث، وكان قد توصل المختصون إلى هذه النتيجة عن طريق تحليل معطيات تم الحصول عليها بواسطة أقمار صناعية ومرسلات أرضية مركبة في 3000 موقع في أنحاء الكرة الأرضية. لا يركز العلماء اهتمام على الكميات من الجسيمات التي يقل قطرة عن 2.5 ميكرومتر في الهواء، فهذه الجسيمات تحتوي على مواد سامة مثل أملاح حمض الكبريتيك والكربون التي تقضي على رئتي الإنسان ومنظومة قلبه وأوعيته الدموية، وتعتبر جودة الهواء منخفضة إذ كانت كمية هذه المواد هي 10 ميكروغرامات في المتر المكعب من الهواء. ووجهت منظمة الصحة العالمية دعوة إلى كل الحكومات لتقليص أعداد وسائل النقل في الطرق وتطوير التقنيات الرامية إلى تخفيض كميات المواد المضرة في الهواء. لخبرنا التالي، رصد مسبار كريوزيتي الذي تم إرساله لاستكشاف المريخ صورة لجسم غريب يعتقد بأنه دليل قوي على وجود حياة في وقت سابق على سطح الكوكب الأحمر على حد قول المتابعين. وأشار صائدو الكائنات الفضائية إلى أن الصورة التي تم التقاطها تظهر خاتم ذهبي على سطح الكوكب ربما يعود لآلاف السنين، وطالب المهتمون بهذه الظواهر الغريبة بإرسال فريق من علماء الآثار لزيارة المريخ من أجل التحقق من هذا الاكتشاف النادر. لخبرنا التالي، فقد صممت مؤسسة المركبات العالمية جي في تي أول شاحنة في العالم يمكن تركيبها وبناؤها بطريقة سهلة وسريعة كما في رفوف أثاث شركة إيكيا، ويمكن للشاحنة التحرك في أي مكان، فقد تم تركيبها باستخدام حوالي 60 قطعة خلال 12 شركة المصنعة. أكيد ليا، وعلى الرغم من كشف للنموذج الأول للشاحنة، قال نورمان في عام 2013 طرحت النسخة الأكثر اكتمالا في الوقت الراهن. خلونا نشوف مشاهدينا. لا خبرنا الأخير أكيد من عالم الموضة، حيث قدم 6 من مصممي الأزياء الشباب في الشرق الأوسط إبداعاتهم بالأونة الأخيرة في عرض للأزياء بمدينة البصرة العراقية. وأكيد حضر نحو 300 شخص العرض الذي أقيم في أحد الفنادق في البصرة، وجرى فيه تقديم مجموعة 60 قطعة معظمها فساتين للسهرة والزفاف، أكيد من تصميم 4 مصممين عراقيين ومصمم واحد من كل من لبنان وإيران. خلونا نشوف كيف كانت الأجواء. Thank you.
21 الأول تاريخ تسجل بصفحته كتير من الأحداث. خلونا نقلب مع بعض أوراق الروزنامة لنشوف ونتعرف على حكاية اليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة يغير مجرى التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1891 افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا، وفي عام 1940 القوات الألمانية تغرق السفينة أمبريس أوف بريتن التي كانت تنقل أطفالا بريطانيين إلى كندا أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1948 لجنة التحقيق في النشاطات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية تتهم الممثل تشارلي تشابلن بالتجسس لحساب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1949 تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ وتعيين شون إن لاي على رأس الحكومة. وفي عام 1969 طائرة الكونكورد تحقق سرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني. وفي مثل هذا اليوم من عام 1971 افتتاح منتجع والت ديزني العالمي بالقرب من أورلاندو فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1991 مدينة لينينغراد تستعيد اسمها السابق سانت بطرسبورغ. من أبرز الذين أبصروا النور في مثل هذا اليوم من عام 1958 أندري جيم، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1499 مارسيليو فيسينو، فيلسوف إيطالي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. كل يوم بيشهد على ولادة ورحيل عدد من الأسماء بشتى مجالات الفكر والأدب والفن والسياسة وغيرها من الشخصيات يلي شكلت مسيرة حياتها نقطة تحول بتاريخ البشرية. سوا خلينا نتعرف على شخصيتنا لليوم. مارسيليو فيسينو من أهم الفلاسفة الإنسانيين الأكثر تأثيراً في أوائل عصر النهضة الإيطالية، برع في علم الفلك، ترجم أعمال أفلاطون إلى اللغة اللاتينية، وأسهم في أحياء المدرسة الأفلاطونية الحديثة التي كان لها تأثيراً جلي على فحوى عصر النهضة الإيطالية وتطور الفلسفة الأوروبية. ولد فيسينو في 19 من تشرين الأول عام 1433 في مدينة فلادورونو، وكان أبوه طبيباً. تولى تعليم مارسيليو العديد من الكتاب والشعراء المهمين. ترجم مارسيليو بعد ترأسه الأكاديمية الأفلاطونية الأعمال الكلاسيكية لأفلاطون من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية، كما ترجم مجموعة من الوثائق اليونانية. أسس أعمالاً اعتبرت مرجعاً للتاريخ، خاصة عندما وضع أطروحته حول خلود الروح. يصادف اليوم تاريخ وفاة مارسيليو فيسينو في الأول من تشرين الأول عام 1499. لكل موهبة بقلبه نصيب وبدعمها لها تفوق. فلأول مرة في سوريا تم إعلان بداية التعليم المائي، أول بالي مائي في سوريا. فقد تم أمس افتتاح مركز دولفين لتدريب وتأهيل الرقص المائي. اليوم بصيرنا نرحب بالأستاذ جوان قرجولي مدير المشروع، وجورجينا دوجي مدربة في البالي. يسعد صباحك. صباح الخير. هلا يسعد صباحكم. استاذ جوان، يعني بداية من عند حضرتك، مبارح شفنا
افتتاح شيء كتير حلو، افتتاح أول مرة بسوريا مشروع دولفينو. شفنا شيء كتير غريب، شفنا شيء كتير جديد. خلينا نحكي عن هالمشروع يلي تم افتتاحه مبارح. خلينا نحكي كيف تأسس وكيف تبلورت الفكرة. أول شيء شكراً لحضوركم ومبارح، وشكراً لليوم لدعمكم لنا، وشكراً لحضوركم على الوقت مبارح، لأنه بعض زملائكم الإعلاميين اجوا متأخرين ساعتين. سمعت هيك شيء. بس أنتم معروفين بالدقة، وهي شغلة كتير مميزة يعني. سلام يا أستاذ. دولفينو هو مشروع صغير بسيط، إن شاء الله لاحقاً بيصير كتير كبير. هو مشروع حتى ما يصير في لبس وما له علاقة في دار الأسد للثقافة والفنون أو دار الأوبرا. الآن عم بتحدث أنا كجوان مواطن سوري، بفتخر بهذا البلد، بفتخر بسوريتي. السورية اللي نحن بنعرف أنها هي منا بس كلمة جنسية تنكتب على الهوية أو جواز سفر. السورية فكر. نحن مثل ما بتعرفوا عدد كبير من دول العالم عم تبعث لنا الموت، عم تبعث الأسلحة وأسلحة القتل. نحن منرد عليهم نعمل باليه مرئي بسوريا بكل بساطة، هيك نحن. فالمشروع بكل بساطة اكتشفته بأحد المسابح، وأنا بزف لكم بشرة أنه أنا ما صار لي زمان تعلمت سباحة، فإذا أنتم ما بتعرفوا تسبحوا نتعلم سوا. أثناء أصدر المشاهدين طبعاً أكيد. ف بالنهاية مشروع الباليه المائي هو فن السيطرة على الماء، وهو المعادل لفن الباليه اللي هو فن تحدي الجاذبية الأرضية، هيك تعريفهم. طبعا الباليه المائي له اسم ثاني اسمه السباحة الإيقاعية. بكل بساطة المي هي مو بس سباحة، مو بس منروح ومنجي، مو بس فراشة وصدر وحرة وظهر وما بعرف إيه، لا لا، في أشياء أخرى ثانية. الاستمتاع بالماء، بصوت المي، الاستمتاع بالصمت اللي تحت المي، الاستمتاع بخفة الوزن بالمي. نحن بنعرف أن الوزن هو 20% من الوزن الحقيقي بصير بالمي، فبالتالي اللي بينزل بالماء بيقدر يسيطر عليها، بيكون حقيقة هو كأنه بالفضاء. أنا رؤيتي واللي بدنا نصل له هو لهذا الشيء، أنه أطفالنا أولاد البلد ينزلوا يستمتعوا بالمي، بس مو بس نحن نسبح وخلص، في أمور كتير ممكن يعملها بالمي، أهم أنه يكون حر. بدي اسالك استاذ جوان قبل ما افوت بتفاصيل المشروع، قديش مهم فعلا اقامه هيدا المشروع ضمن الظروف الصعبه اللي عم نعيشها، تقديم شيء جميل للاطفال؟ يعني الباليه من ارقى الفنون، فلما صحيح. نقيم باليه المائي للاطفال في ظل ظروف الحرب، في ظل تعرضنا يمكن لكثير من الظروف القاسيه، له يمكن خصوصيه خصوصا بهيدا التوقيت. بالضبط بالضبط، هذا اللي قلت لك اياه، انه نحن يعني رغم كل الحرب اللي نحن موجود، رغم كل المشاكل اللي حوالينا، رغم كل المصاعب، بعدنا عايشين وبنحب الحياه وعم نفتتح مشاريع وعم ننتشر وعم نقدم هاي الثقافه والحضاره. هذا دليل كثير بسيط على انه نحن بنحب الحياه، بس هيك ما بدي اقول اكثر. نحن استمرار لتاريخ عمره 7000 سنه واكثر من 7000 سنه، وانا ما بستغرب اذا بيوم من الايام قريت انه من 7000 سنه كان في باليه مائي بسوريا، ما حستغرب حقيقه. نعم. جورجينا صباح الخير. صباح النور. سعد صباحك. حضرتك راقصه باليه ومدربه ايضا للباليه المائي، احكي لنا بالبدايه وخلينا نعرف شو هي الخطه يلي حاطينها لتدريب الصغار، وفي كبار كمان فيهم يسجلوا. خلينا نحكي عن الخطه اللي حاطينها، كيف بتبلشوا يمكن التدريب من الصبح لحتى الختام؟ هلا نحن مبلشين بالولاد من عمر سنتين ونص. هذا الولد يلي بيكون لسه يعني يا دوبه هيك. هلا نحن خطتنا رح تبلش، هي مانا تدريب مانا تعليم، نحن بس بدنا نعلمه، هي فكره لعب. نحن بدنا نعلم شيء، بدنا نعلم ولد عن طريق لعب، بدنا نعلمه الخطوات الباليه الاساسيه، اول شيء شو بيقدر يلقط، وطبعا بدنا نعلمه كيف بدها تكون السباحه بالمي، هيك يعني شوي شوي. نعم. طيب استاذ جوان وجورجينا رح نتابع حديثنا عن المشروع، بس خلينا ننتقل هلا لنشوف امس كيف تم الافتتاح ونرجع نتابع حوارنا.
دكتور جوان، مثل ما شفنا امبارح افتتاح دولفينو، حضرتك التقيت مع عدد كبير من الاهالي اللي رح يسجلوا اولادهم بمشروع دولفينو. خلينا نحكي شو هي الخطوات يلي شرحت لهم عنها، يمكن شو هي الانظمه يلي اعطيتهم اياها كرمال يتقيدوا فيها باوقات التسجيل. هلا مثل ما بنعرف اول شيء الباليه المائي هو تنفيذ المرحله الثالثه من التمرين، يعني يبدا التمرين في الباليه الارضي خلينا نسميه، وحتى التصميم بيكون في الباليه الارضي، بعدين بينتقل الى الماء، وهو طبعا مزيج بين الباليه والجمباز والسباحه. التعليمات كثير بسيطه، وهي تبدا من دخول الى قاعه الباليه، وهذا بناء على طلب الانسات المدربات انه كيف يكون الشعر مربوط، كيف يكونوا لابسين لبس معين، كيف نلتزم بالوقت، النزول على الماء ايضا له شروط معينه، مايو السباحه، الطاقيه اللي بيلبسوها حفاظا على ما يصير في مشاكل بالشعر او يتضايقوا بالسباحه، لانه نحن نعرف ان الغالبيه المشتركين بهذه الرياضه هي بتكون بنات. هذا لا ينفي وجود شباب اكيد، لكن عالميا هي هيك، لكن نحن بدولفينو عملنا اشتراك للشباب. اهم شيء انا طلبته من الناس انه بكره بتشوفوا اثناء الدروس راح يكون درس هو موسيقي ايقاعي راقص، وبعدين سباحه وغطس وسيطره على الماء. هو بالنهايه مشروع بيلخص فكره الدولفين. الدولفين لطيف، حباب، مرح دائما، سعيد. انا بتمنى كل اطفالنا يكونوا هيك دائما، يكونوا ياخذوا هذا الدولفين مثال، خلينا نقول مثل اعلى. كل المخلوقات البحريه بتسبح الا الدولفين بيعمل باليه اذا بتنتبهوا، فنحن غرنا منه ورح نعمل مثل ان شاء الله. طيب جورجينا، كنا عم نتابع بعض المقتطفات من امبارح، قديش في فعلا كان تفاعل من الاهالي من الاولاد، قديش كان في رده فعل، يعني شفنا في سعاده داخليه كان. تمام، وقت اجوا يعني اول ما انطرحت فكره الباليه المائي انه شو يعني باليه مائي، يعني انه شو انا بعرف انه في شيء باليه وفي شيء سباحه لحال. امبارح وقت كانوا عم بيشوفوا شيء مثل هالباليه المائي، كان عن جد في انه سعاده انه شيء جديد عم ينعمل لاول مره. اني هيك بتلاقيهم انه نحن هيك بدنا نعمل، هيك بدنا نصير، واحلى كمان ان شاء الله. اكيد. نعم جورجينا، خلينا نفوت بعمق التدريب شوي ونحكي عن تفاصيل التدريب يلي رح تعطيها لقدام لكل حدا مشترك. تمام، نحن رح يكون درسنا مقسم ل شغلتين. اول 45 دقيقه رح نعمل باليه ارضي، رح نبلش بالتحمايه ستريتشينج، رح نعمل شويه حركات، بعدين مثل ما قال استاذ جوان رح يكون في شيء ايقاعي، نحن رح نتجه للايقاع، رح نعلم الاولاد طريقه السماع المنيح على الموسيقى، رح نعلمهم شويه حركات ايقاع مرتبطه بالايقاع مع تطبيقها على الرقص عن طريق لعبه توصل للاولاد بفكره اسرع. بعدين رح ننتقل للمي يلي هون رح يبلشوا أغلبية الأولاد، يمكن ما رح يكونوا يعرفوا يسبحوا منيح، رح نبلش بقى بطريقة النفس، أول الحركات يلي ممكن تتطبق من الأرض على المي، الوقف على رؤوس الأصابع، طريقة النفس منيح، رفعت الرأس. حتى لو الحدا مو راقص باليه هو عادي؟ أي، ما نحن رح نبلشوا كل شيء من الصفر. نعم. طيب أستاذ جوان، حكيت مبارح خلال المشروع أنه نحن بس نبلش المشروع بعد سنة ممكن يكون في مسابقة، قديش عندك إيمان بهذا المشروع؟ قديش فعلا ممكن نحن نحقق شيء على مستوى بهذا المشروع؟ شوفي، المشروع رح يصير رح يصير، هذا لا نقاش عليه. تمام. لسبب أنه مخطط له صح، والأهم أنه في رغبة من الناس ليتعلموا عليه. هلا بجوز يتأخر شوي ولا لا، هذا موضوع آخر، بده يصير بالنهاية. أنا بوعدكم السنة الجاي مثل الأيام رح تشوفوا عرض مميز من الباليه المائي. نحن اللي شفناه بالافتتاح هو إعلان تعليم الباليه المائي في سوريا، حتى ما حدا يقول اللي شفناه هو شوي بعيد عن لا، هو المقطع الثاني اللي شفناه هو من الباليه الروسي مثلا، اللي عالمي وصار كتير كبير. والمناسبة تنفيذ الباليه المائي هو بعمق، المفروض يكون مي بعمقه 3.5 متر، يعني عمليا ما في وقوف على الأرض. كل شيء بنشوفه من حركات
وانا تأثرت امبارح، حط فيديو بيصور بالكاميرا من تحت المي حتى يشوفوا السباحات كيف انه هن بعاد كثير عن الارض، بس بالمنطقه اللي عم تشوفيه فوق المي بتقولي هذول كيف عم ينطوا، كيف عم ينزلوا، كيف عم يعملوا كل البوزيشنات اللي هي كثير صعبه ومعقده بدون ما يكون في شيء تحتهم مي. هذا هو الفن اللي عم نحكي عليه. هلا انا مؤمن بالصبايا المدربات اللي معي، وبالمناسبه بوجه تحيه لكل الفريق اللي عم يشتغل معنا. اكيد نحن بدنا نقول لهم صباح الخير لكل فريق دولفين، اكيد لجورجينا ولساره اللي حتكون معها، للكابتن علاء اللي حيكون مسؤول عن القسم المائي والسباحه، للكابتن ليلى ايضا اللي حتكون معه مساعده، لكل الفريق، للمشرف الاداريه المدام منار اللي هلكناها امبارح، ولزوجتي اللي كانت امبارح ميدانيه كثير. وجه لها تحيه كثير كبيره، تحيه للكل، حقيقه فريق، وتحيه ل فرقة سوريا للمسرح الراقص اللي قدموا مبارحة في الافتتاح وتعبناهم بالمناسبة. المجموعة اللي شفناها هن من 3 أسابيع ما كانوا بيعرفوا يسبحوا أصلا، مجرد نزولا على الماء ويجاسفوا ويعملوا هذا الشيء شفناه، هذا لحاله إنجاز. بوعدكم قريبا إن شاء الله، مو قريبا، السنة الجاية مثل الأيام إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أكيد أستاذ جوان، يعني الكل تحمس لحتى يشارك بهالمشروع. أنا بوعدكم، بدعوكم كلكم كفريق الإخبارية نعمل لكم صف خاص اسمه الاخباريه للباليه المائي. وافقت انا. خلينا نحكي كيف بيتم المشاركه ومن اي عمر لاي عمر، ويمكن اذا حدا مستصعب الفكره، هي الفكره خلينا نشرح عنها قديش هي يمكن شيء كثير حلو، شيء بيعمل ريلاكس، شيء كثير مهم للجسم كمان. لك شو هلا، اول شيء الرياضه رياضه طبعا، والرياضه حياه مثل ما بتعرفوا. هلا الاعمار نحن بنعرف انه اقل من 5 سنين العمل في الباليه شوي بيكون معقد، لكن انا مصر انه يكون في دون 3 سنين، من سنتين ونص. لسبب بسيط، انه هذا الطفل لما بيشوف اخوه او بيشوف حدا عم يتمرن مثله، اذا مجرد مثل ما قال جورجينا بلش يلعب، تصير احد ادوات لعبه بالبيت هي الباليه، فنحن عم نحكي استراتيجيا لقدام، عم نحكي بشغله كثير مهمه. احسن ما بيوم من الايام يلعب ولو كان لعبة بسلاح. نحن بنعرف انه اطفالنا بالعيد كلهم بيزلوا بيشتروا الالعاب، بيشتري سلاح. انا كنت بتمنى يشتروا طاقية سباحة، نظارات سباحة، موضوع مختلف، آلة موسيقية، مايو، لباس باليه الى اخره. هلا بالنسبة للجسم، نحن مجرد عم نعمل حركات الليونة، بوزيشنات السباحة، بوزيشنات عفوا الباليه، النزول على المي، كل انواع السباحه. بالمناسبه نحن بنحتاج كل انواع السباحه بهذا النوع، وتحديدا سباحه الظهر ومقابلها، يعني في وضعيات محدده مسماها وضعيه الدولفين، بحاجه للغطس، بحاجه للتنفس. كل هذا بيمارسه شخص بلعبه، او خلينا نقول باتجاه واحد، هذا شغله كثير مهمه بالنسبه للحياه. يتعلم كيف ينصت لصوت المي، كيف يستمتع بالماء، كيف يستمتع حتى بالبالي. انا بشوف اطفال، حتى بناتي الاطفال الصغار يلي بالبيت، لما بيلعبوا جزء من لعبهم هو تمرين باليه، فليكن هي حضاره. طيب استاذ جوان، خلينا نحكي عن الظروف يمكن والصعوبات اللي واجهتك في هذا المشروع. بعرف انه في كثير تفاصيل، حطيت ايدك على الجرح. لانه عم تحكي بايمان كثير كبير، يعني انت لما عم تحكي عن مشروع الدولفين عيونك عم يلمعوا، يعني في عندك ايمان كثير قوي بهذا المشروع. شوفي لك هلا، الصعوبات كلها مثل العادة بتنحل، بس في صعوبات يعني كانت مفاجأة بالنسبة لنا، من عدم الرغبة، وأنا حكيها بصراحة، وهذا الكلام حتى ما حملكم مسؤولية عن مسؤوليتي أنا، القناة لا تتحمل مسؤولية ما سأقول، لكن جزء كبير من المطابع رفضت تطبع البروشور، لأنه في عم نحكي عن الباليه والمائي وميوهات ما بعرف إيش، للأسف الشديد هذا مسؤوليتي وليس مسؤوليتكم. ما في مسابح بالبلد على الأقل تغطي الفترة الشتوية، المسابح الشتوية قليلة كثير ببلدنا، وإن وجدت فجزء منها كبير نفس الشروط. أنا بحلم بيوم من الأيام يكون عندنا مركز كبير فيه مسبح صيفي ومسبح شتوي، تتعلم أطفالنا، كل أطفالنا، بحلم يكون في آلاف المسابح وآلاف النوادي الرياضية وآلاف المعاهد الموسيقية. هاي الإشكالات الأكبر الحقيقة، الباقي كله محلول.
وان شاء الله ان شاء الله بيوم ايام تنحل ان شاء الله يا رب. جورجينا كمان في كثير يمكن عقبات حاطتيها ببالك، يعني هو بعد ما بلشتوا بس هي المعاناه مع الاولاد ويمكن ضبطهم للاولاد وكيف بدنا نعلمهم ونسوا ما نسوا هدول القصص، كيف انت حاطه هيك مخطط براسك انك تتخطيهم او كيف بدك تعامليهم؟ لا الاولاد اجباري يعني بدهم يفوتوا تبع انه لا بخاف اعمل هيك، لا ليش هيك بدي اعمل كذا، هلا بدي بدنا نفوت يعني فكرتنا كلها رح ترجع على اللعب، رح نفوت عن طريق لعبه، رح نفوت عن طريق وظيفه، انا بعلمك شيء بتاخذي وظيفه بتدربي عليه بالبيت ترجعي بتعطيني اياه، هيك على فكره بقلب الدرس بعطيكي ايقاع موسيقي بتحاولي تعملي عليه اي تمرين بسيط بلاي ترجعي تعملي عليه تمرين. العقبات كمان انه فات الولد اول مره على الدرس، اوكي لا ما حبيت، خايف، ما بقدر انزل على المي، هدول هن اللي ممكن نواجههم، بس يعني بنحاول قدر الامكان انه يمكن الاهل بيلعبوا دور بتهيئه الظروف للولد قبل ما تمام يفوت. امبارح كانوا الاهل حابين اكثر من الاولاد. بس لاقول لك شو في شيء متوقع، يعني انا بحب نبه الساده الاهالي عليه. في مجموعه من الاطفال يمكن هن تعلموا باليه سابقا قبل ما يجوا لعنا، وفي اطفال تعلموا سباحه قبل، وهن برأي اهاليهم بيرقصوا باليه صح وبيسبحوا صح، قد يكون هذا كلام غير صحيح. يمكن هي المشكله الاكبر اللي حتكون معنا. نحن طبعا ما راح نقول لطفل انت بتكون غلط ولا لا، لكن نحن بالنهايه اخذنا قرار كلياتنا نبدا من الصفر مع الكل، فلذلك لما حدا بيجي بيقول لي انا ما عملت باليه سابقا بكون الافضل، بيقول لي ما بعرف اسبح لسه بيكون افضل، لانه افضل من اللي يسبح غلط. نعم. عرفتي كيف؟ وانا عم بحكي هذا الكلام من الناحيه العلميه لاستخدام الدخول على الماء وحتى قبل الماء من البوزيشن الاول بالباليه وانت ماشي. فيمكن هذا الموضوع شوي يعذبنا بفتره من فترات، ويمكن لا، يعني انا بحط الاحتمالين، لكن بنقول بالنهايه رح نتعلم، اذا تاخرنا شهر فليكن، لكن الافضل انه نبدا من الصفر. نعم. دكتور رجوان من اوتار لدولفينو ولاداره اهم مكان بالعالم دار الاوبرا، اكيد نحن مفخورين فيك، فخورين بهي الجهود يلي عم تبذل من اجل اطفالنا ومن اجلنا نحن ايضا. شكرا كثير لك، ونحن اكيد كثير بدنا نتشكرك، واذا بتحب توجه كلمه اخيره. انا شكرا لكم وشكرا لحضوركم تمييزكم دائما معنا، بدعوكم مره ثانيه تشاركونا بالمشروع، وان شاء الله السنه الجايه بتحضروا الحفل الاول اطلاق الباليه المائي، وتشوفوا بعينكم، تشوفوا جورجينا عم تعمل باليه مائي، وتشوفوا ساره زميلتها معها مع الاطفال اللي معنا، حنفتخر فيهم كلهم. طبعا الوحيد اللي ما حيعمل باليه مائي هو انا اكيد، لانه مو لشيء بس لانه مشان ما اخذ الاضواء منه اكيد. جورجينا كلمه اخيره بتحبي تقوليها؟ خلينا نقول يمكن اليوم الهدف الاساسي، الرساله الاساسيه من المشروع، قديش فعلا نحن في عندنا فن وثقافه بحابين فعلا نصدره للعالم عكس ما عم يصير. طبعا احنا اكيد حابين نزرع هي الثقافة والفن الحلو بالأطفال، وأكيد نحن ناطرينكم تشرفونا بالعرض الأخير إن شاء الله، يعني تحبوه هيك يعني ما بعرف هيك بس هي السعادة وصلت لنا من خلال هي الابتسامة المرسومة على وجوهكم. أستاذ جوان قرجولي بجورجينا بدنا نتشكركم، نتمنى التوفيق لمشروع دولفينو، نتمنى له التوفيق، وأكيد الإخبارية السورية معكم خطوة بخطوة بالمشروع. ميت أهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا كثير لكم. أما هلا رح نرجع لحب المغامرة ومن المي للهواء، وحب المغامرة الذي يدفع بعض الشباب في النمسا من أصحاب القلوب القوية والأعصاب الفولاذية للسباحة في الأجواء مرجحة في أعالي السماء. تفاصيل أكثر بتقرير زميلنا مالك حمود. عندما يختلط الجنون بالجمال فاعلم أنك ذاهب إلى شيء من الخيال، فالتحليق في الأجواء والسباحة في كبد السماء حلم الكثيرين رغم ما يحتاجه من جرأة وقوة أعصاب ومرحل الشباب، فالمغامرة باتت هاجسهم الجميل وسط هذه الإطلالة الأجمل، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، فأصحاب القلوب الجريئة تخطوا المغامرة وتجاوزوها إلى حد المخاطرة، وكل ما في الأمر أنهم لم يريدوا وبالشكل الطبيعي، وإنما من خلال مظلاتهم الرياضية وحزمة مغامرات في آن واحد. فالقفز من المنطاد الأول والمظلة في المنطاد الثاني والتمرجح في حبال المظلة من قبل أن تفتح
ولأطول زمن ممكن، والاقتراب من الأرض لمسافة 125 مترا وقبل أن تفتح المظلة. وبعد نجاح كل هذه المعطيات الخارجة عن المألوف، تبدأ الاحتفالية في السماء وبالألوان. وبعد السباحة في السماء وبالطول والعرض، تأتي التهاني بسلامة الوصول إلى الأرض، حيث التباهي والمفاخرة بنوع جديد من المغامرة، ولله في خلقه شؤون. أما هلا مشاهدينا، صار وقت نترافق بجولة على أهم الأخبار الثقافية، وخبرنا الأول معك ليا. خبرنا الأول من العراق، حيث أبدع الفنان أدهم عبد الحميد نماذج مصغرة لمعالم أثرية وأماكن مشهورة في بغداد من أعواد الثقاب. وعلى مدى العامين الماضيين عمل الشاب الذي درس الهندسة بجامعة بغداد على تنمية شغفه ببناء نماذج طبق الأصل لمعالم في بغداد، بينها جسور وكنائس وآثار، وذلك من مادتين بسيطتين أعواد ثقاب وغراء. خلينا نشوف هالإبداعات الفنية بالمادة التالية. أنا كنت أشكل سابقاً من غير مواد، مثلاً من عودان مال مواطع أو من خشب أو مواد أكبر، فكنت أدور على مادة خام تكون فريدة من نوعها، وخلينا نقول فتشي قيمة للمادة اللي حتشتغل منها. فلقيت ان عود الشخاط بيه عدة مميزات. اول شيء العودة تكون رفيعة وطويلة، يعني اقدر اتحكم بيها كل هواية، اقدر اطلع من عندها مثلا نماذج قبة او نماذج سطح مستوي، وهواية امور كل ساعدتني بهذا الشيء. فعود الشخاط يلبي الوظيفة اللي انا احتاجها. وبننتقل مشاهدينا لخبرنا التالي. وفي فلسطين، ألم الاحتلال والمعاناة المستمرة من حصاره واعتداءاته لم تمحي مساحة الأمل التي رسمها الفنان الفلسطيني ناصر زلوم في معرضه في بمدينة القدس المحتلة، والذي حمل عنوان ميلادها خصوصية المعرض الفني. تفاصيله أكثر خلونا نتابع بالتقرير التالي. بين وجوه تحمل ملامح حالمة وعيون شاخصة نحو المستقبل، أمل بالحياة جسده الفنان الفلسطيني ناصر زلوم في معرضه الفني بمدينة القدس المحتلة، ليعلن ميلاداً جديداً للسيدات اللواتي كتب لهن النجاة من شباك مرض السرطان. نهج فني جديد قدم خلاله الفنان الفلسطيني ما يقارب 30 لوحة مرسومة بأسلوب رقمي أي ديجيتال، ومطبوعة على الزجاج والقماش. هذا المعرض بالذات هو عن فن تشكيلي في مجال الديجيتال اللي هو عن طريق الكمبيوتر. حابب أعرض فيه أساليب معينة كيف بنعمل الفن الكمبيوتر. حاول إني أول شيء أبلش من ناحية اللوحة بحد ذاتها، إنه أعملها شوية تكون عبارة عن قصة، إنه الشخص اللي عماله بيطلع فيها يلاقي فيها معاني، يلاقي فيها أشياء معينة. فقبل ما إني أنا أطبعها أو أي إشي، يعني اختياري للمادة اللي أنا بدي أستعملها من شأن الطباعة بكون المرحلة الأخيرة فيها. ميلادها عنوان حمله المعرض الفني ليكون بداية جديدة لسيدات وقفوا على شرفات الموت، فإرادة المرأة تصدرت المضمون. فيما ذهب الريع لدعم من عاركت الألم أملاً بالاستمرار.
تم إطلاق مكتبة إلكترونية جديدة في شبه جزيرة القرم تحوي على 27 كتاباً لكتاب ومؤلفين من مناطق مختلفة وأخرى من روسيا، وتضمن كتب فنية وتاريخ طبيعية وكتب للأطفال، فضلاً عن منشورات مخصصة لذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى. وقد تم التأكيد أن تحميل هذه الكتب لن يكون مسموحاً امتثالاً لحقوق التأليف والنشر، ولكن يمكن للقراء تصفحها مباشرة على مواقع المكتبة. مع هالخبر أكيد بتكون جولتنا الثقافية لليوم خلصت، فصل ومنرجع. من بعد جولتنا على الأخبار الثقافية وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم يلي بنسلط فيها الضوء على موضوع سرطان الثدي، فقد يعتبر أكتوبر أو تشرين الأول الشهر المخصص للتوعية من هذا المرض. معلومات أكثر عن هالمرض وشو هي آخر الأبحاث والدراسات والعلاجات، أمور أكيد بجاوبنا عليها الدكتور وضيفنا الدائم دكتور شادي خلوف أخصائي النسائية وتوليد ومعالجة عقم. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. سعد صباحك. سعد صباحي. ببداية خلينا نعطي لمحة عن مرض سرطان الثدي، خصوصا يمكن بالآونة الأخيرة عم نسمع انتشاره بشكل كتير كبير. هلا أي سرطان بشكل عام بالجسم ما بس بالثدي هو يعني تكاثر شاذ بالخلايا اللي هو بيتواجد فيها، فأي عضو بالجسم يصاب بهالتكاثر الشاذ بالخلايا فهو رح يكون معرض لأنه يظهر أعراض أو مشكلة السرطان فيه. هلا الثدي الحقيقة فينا نقول الميزة والسيئة بنفس الوقت انه هو ممكن اكتشافه بشكل مبكر، بيطرق عليه كثير شذوذات خلويه، ممكن يكون احيانا سليم ممكن يكون خبيثه، وبالتالي نحن مو اي شيء بنشوفه بالثدي فهو قطعا خبيث، لا ممكن هو، خلينا نقول بالعكس، خلينا نقول هو سليم حتى يثبت العكس لانه السلامه بالغالب هي الغالبه. المشكله بس السيئه بالقصه انه هو اكثر سرطان ممكن يصيب السيدات، وملاحظة أخرى أنه ما بس يصيب السيدات يصيب الرجال كمان. صحيح. لأنه نفس التركيبة لهالعضو اللي هو الثدي موجودة عند السيدات والإناث، ولكن بسبب التعرض الهرموني أكثر، الإرضاع، الشيء بتتعرض له البنت أو السيدة، فبيكون معرضين أكثر لهي المشكلة نحن. فلذلك الاكتشاف المبكر هو كلمة سر بالضرب القصة، واللي نحن دائما بنحكي فيها انه قد ما كنا بنراقب قد ما نتائج احسن سواء بالسليمة او بالخبيثة. ويمكن مو بس اكتوبر او تشرين الاول هو شهر التوعية، كل هو السنة. لازم كل طبعاً. السنة طبعاً. اي سيدة لازم طبعاً. كمان دائما تشيك على حالها. دكتور خلينا نحكي من الناحية العلمية يمكن عن المرض الحميد والمرض الخبيث، يعني شو الفرق من الناحية العلمية؟ هلا الفرق هو خلايا، هو نوعية الخلايا ونوعية المرض الموجود على شو صاير. يعني نحن كيف نعرف أصلاً أنه سليم أو حميد؟ نحن بالإيكو اللي هو أسهل إجراء ممكن ينعمل، وهلأ كنا قبل هو عم نحكي أنه بالعيادات موجود بشكل، بأغلب العيادات موجود بشكل طبيعي، يعني فينا نعرف أنه هالكتلة اللي هي بداية تشخيص المشكلة هو شعور البنت أو السيدة بأنه أنا في عندي كتلة بالثدي ما بعرف شو هي، فخليني روح أبحث لحتى أعرف شو هي تركيبتها. فلما بتجي لعنا بنعمل إيكو، بمجرد نعمل إيكو بيعطينا فكرة، خليني أقول 95% عن طبيعة هالكتلة، هل هي سليمة ولا لا، شكلها، انتظام حوافها، نوعية الأنسجة الموجودة فيها، هل هي فقط كيسية وبالتالي بقلبها سائل رائق، وهذا موضوع وارد لأنه نفس الآلية اللي بتصيب. نحن الحلقة الماضية ما من زمان مش أسبوعين تقريبا حكينا عن الأورام اللي فيها بالرحم، وقلت وقتها أنا أنه نفس الآلية اللي بتسبب المشكلة الأورام اللي فيها نفسها بتسبب أكياس المبيض وأكياس وكتل الثدي، هو زيادة التحريض الهرموني اللي ما عم يتعاكس بالجسم. فلذلك مجرد نحن ما شفنا هي الكتلة بنقدر نحدد ماهيتها. هلأ أحيانا بنلجأ لأنه لما نكون شاكين بطبيعتها نلجأ للماموغرام بيعطينا تشخيص أوضح، وممكن أحيانا نلجأ لإجراء خزعة بسيطة وتقام بالعيادة بالإبرة، هي رشف بالإبرة للمحتوى، وبالتالي نقدر نحلله ونعرف إذا سليم أو لا. مع العلم أنه أحيانا نعمل رشف بالإبرة والخلايا اللي ناخدها هي خلايا بتطلع سليمة، ولكن
للاسف انه لما بنعمل عمليه بنكتشف انه في خلايا اخرى خبيثه. ليه؟ لانه بالرشف نحن عم ناخذ من مناطق محدده، يمكن يكون في عندنا عدد خلايا قليل خبيث، ما يكون كل الخلايا بهالكتله خبيثه. فلذلك احيانا يعني يسمعونا السيدات لما بنقول لهم انه الافضل انه نشيل هاي الكتله، ما بيكون الهدف حقيقه هو نروح على جراحه فقط، لانه احنا بيكون عندنا شك بانه معلش اذا شلناها كامل بكامل الخلايا بكامل المحتوى مع محيطها بنقدر نحن نطمن اكثر انه هاي الكتله فيها مشكله او هي سليمه 100%. بس يمكن اكثر سيدات دكتور ما بيروحوا لعند الدكتور او بيعملوا كشف دوري الا اذا لاحظوا شيء غريب حول منطقه الثدي. قديش مهم فعلا مراجعه الدكتور بشكل دوري؟ هلا نحن اذا وصلنا اذا عفوا اذا وصلنا لمرحله انه صار في شيء غريب بالمنظر حتى، فنحن وصلنا لمرحله متقدمه. كل ما قدرنا نشخصه بكير، وهذا بنقول الفحص الذاتي للسيده اللي بتحاول اسبوعيا خلينا نقول، وافضل شيء يعني علميا بنقول انه بالحمام انه نقدر على المي الساخنه انه نقدر نجس الثدي لحتى نقدر نحس اذا كان في شيء. طبعا اذا كان في اي عقده او كتله صغيره، وخلينا نقول دائما انه هو بالغالب هو سليم، ما انه يعني ما عم نحكي على اي كتله هي كتله خبيثه، لا هي سليمه حتى يثبت العكس. فكتير السيده ومراقبتها وفحصها الذاتي كتير بيساعدنا لنوصل للتشخيص بابكر مرحله، سواء سليم او خبيث، لحتى نقدر نوصل للشفاء باسرع وقت. نعم دكتور، يمكن في سوري في كثير سيدات بتتخوف من الكتل السليمه انه هي تتحول بعدين لسرطانيه او لخبيثه، خلينا نحكي يمكن هي بسبب الاهمال او هي بسبب خطا بالادويه. هلا هو كله مع بعضهم، يعني هو السؤال مهم لانه الخوف احيانا بيعمل لنا مشكله اكثر لما نفسي قصدك؟ طبعا طبعا لا، يعني العامل النفسي بمعنى انه انا عندي كتله ما بدي اروح ليقولوا لي انه هي تطلع خبيثه وبدي افوت بهي الدوامه، لا انا بفوت بالدوامه لما بروح خس رح موت انا. لا سلامتك. فانا لما بروح بقدر بعرف عند الطبيب، بقدر بعرف انه هالكتله هي بالغالب سليمه ولا انا بحاجه لاجراءات اخرى لاتاكد من ماهيتها يعني. فلذلك لا، لازم نحن نفحص حالنا دائما ذاتيا، ونفحص حالنا عند الطبيب دائما لحتى نقدر نعرف اذا في اي اضطراب ما، اذا في كتله، اذا في عقده، هل هي سليمه بالغالب ولا هي خبيثه. هلا النقطه اللي حكيتيها انه حتى الكتل السليمه ممكن يطرا عليها بعد زمن، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين تحول، يعني في بعض انواع الكتل اللي هي سليمه ممكن يطرا عليها تحول، هي نحن كمان لازم نعرفها، يعني لازم نراقبها، لانه احنا ما بكون عندنا مثلا ورم غدي ليفي، يعني كتله تركيبتها هي غديه ليفيه، انا بجوز اليوم ماني مضطر انه اشيلها، ولكن انا لازم راقبها بشكل لصيق كل 6 أشهر او سنه لحتى اي اضطراب طرا عليها لازم فورا شيلها. فمو كل الكتل السليمه كمان هي سليمه الى الابد، في بعضها يطرا عليه تحول اذا نحن استمرينا بالاهمال. فلذلك كثير مهم نعرفها سليمه ولا خبيثه وشو هي حتى نقدر نحدد بالضبط كيف انا بدي راقبها، اهملها كليا ولا ضل راقبها، والافضل هو نضل راقب شو ما كان. طيب خلينا نحكي عن العمر، هلا عم نلاحظ انه في كثير من الصبايا عم ينصابوا بهيدا المرض، قديش العمر بين ال 25 وال 40 تقريبا؟ هلا نحن ما بدنا نبس الخوف، بس حقيقه للاسف نحن مثل ما صرنا عم نشوف نلاحظ كثير في مثلا مثل 25 26 27 نحن للاسف عم اقول لك مثل ما كثير امراض صرنا نشوفها، كنا نشوفها باعمار مثلا فوق ال 40 صرنا نشوفها بالعشرينات، يعني حالات احتشاء القلبية ما كنا نشوفها عند 25 سنة و 20 سنة، صرنا عم نشوفها عندهم. في شيء يبدو بالعوامل الجو بالأكل بالستريس اللي بنعيشه يوميا، في شيء عم يعمل اضطرابات بأجسامنا عم يخلي الأمراض تتحرض بسرعة أكثر. وبالتالي إذا بنحكي عن العمر اللي هو بالكتب هو غالبا ببلش فوق ال 35 سنة، بس هذا ما بيعني إنه نحن ما ممكن نشوفه عند 20 و 25 و 30 سنة، الأعمار كلها واردة، بس ما بنشوفه عند 70 سنة. وبالتالي العمر الأكثر هو بين 35 و 55 سنة، هذا هو العمر الأكثر. بس أنا إذا جتني صبية وعندها كتلة عمرها 30 سنة ما بيعني إنه أنا أمن إنه هي أكيد ما في شيء، لا، بيضل المراقبة والاهتمام بالحالة كثير مهم لحتى نوصل للتشخيص الدقيق اللي بخلينا نحن والسيدة نأمن أكثر إنه ما عندنا أي مشكلة. نعم دكتور، يمكن في كثير من الصبايا بتلاحظ في كتل بتظهر عندها يمكن بتضل شهر تختفي
بترجع يمكن بعد فترة بتلاقي. خلينا نحكي شو هدول الكتل بيكونوا، شو نوعهم، ظهورهم واختفائهم، يمكن هذا الشيء خطر ولا لا؟ هدول هن كلهم سليمين 100%. نعم. وهن مشابهين تماما بالآلية لأكياس المبيض اللي هي نحن بنعمل إيكو بنشوف إنه في كيسة مبيض 25-30 ميلي يعني سنتيم ونص ثلاثة من إلا ما رح نعطي شيء. هلا خلينا نشوف الشهر الجامعي، نشوف الشهر الجامعي أي راحت. بالثدي نفس الشيء، كل الأكياس ممكن موجودة أو حتى ألياف صغيرة بالثدي ممكن تعالج ذاتيا خلينا نقول، لأنه هي الموضوع هو تحريض هرموني، يعني صار في زيادة هالشهر بالتحريض الهرموني، أما الخلايا تراجع راح فبترجع الخلايا لطبيعتها وبينتهى الموضوع. ليش أنا عم أقول إنه ما نخاف ونعمل يعني بروباغندا ورعب إنه أنا طلع لي كتلة فمعناتها أنا انتهيت، يعني لأنه ممكن شيء أحيانا يروح فقط بالمراقبة، ما نحتاج هو بالغالب يعني ما نحتاج لأي تداخل ممكن يرافق حتى دوائي. يعني ممكن يرافق هي الكتلة ألم ولا مش بالضرورة؟ ببعض الأحيان ممكن يرافق ألم، لأنه إذا الكتلة إجت على مسير عصب فممكن يرافق ألم، إذا حجمها كبير وعاملة ضغط حواليها لازم يكون في محيط الثدي يعني إجمالا. طبعا يعني هلا بأرباع، نحن الثدي من اسمه أرباع، الربع الأكثر إصابة والربع العلوي الوحشي يعني خلينا نقول هيك. بس هذا ما بيعني بقية الأرباع ما معرضة للإصابة، بس بالإحصائيات ربع العلوي الوحشي هو الأكثر إصابة، ولكن كل الثدي هو هدف. وبالتالي نحن بنعمل استقصاء بنعمله لكل الثدي ما بس لمنطقة يعني معينة نحن لازم نستقصيها، فالإجراء سواء بالإيكو الماموغرام بيعطينا فكرة عن كامل محيط السن. نعم دكتور، يمكن في كتير أمهات بتخاف على بناتها من سوري من أنه الكتل أو شيء، ومن أخذ دواء واستمرارية أخذ الدواء، لأنه يمكن في كتير كتل تعالج بالدواء ما بدها عملية مثل ما حكينا بتكون حميدة. هون خلينا نحكي عن هيدا الموضوع، كيف يتم التعامل يمكن مع أغلب الأمهات، كيف يتم شرح هيدا الموضوع وعدم الخوف؟ هلا السؤال مهم أول، لأنه هو فيه بقلبه فيه شقين. أولا هو الأم وبنتها، والشيء اللي نحن بنحكيه عن العامل الوراثي والمورثي بإصابة سرطان الثدي او حتى باصابات يعني بامراض الثدي بشكل عام. يعني عائله ما فيها ولا اصابه لا من جهه الام ولا الخالات ولا الاخوات، الاحتمال بيضل في حده الادنى. العائله اللي فيها والله بتجي مثلا السيده اللي عمرها 30 سنه بتقول لي انه انا امي مصابه، عندي اخت، خالتي، التنتين من خالاتي مصابين، ستي كانت هذول حتما اذا في اصابه بالعائله خطر عالي جدا. والاستقصاء لازم يكون كثير دقيق ومتطور حتى لنصل لمراحل من الاستقصاءات اللي كتير بتكون دقيقة وضرورية. فهذا أول شيء إنه لازم نهتم له. القصة العائلية، القصة العائلية كتير مهمة. الشغلة الثانية إنه نحنا بتجي الأم وجايبة بنتها اللي هي بنتها ما أنا صغيرة كتير، يعني ما عم نحكي عن 15-16 سنة، عم نحكي عن بنت عمرها 27-28 أو 30 حتى. فجايين الأم والبنت، فلما منشوف نحنا كتلة بالثدي كيسية اللي فيها بنقول لها لازم تأخذ دواء لأنه الحجم بلش يكبر وممكن بالدواء يتصلح الموضوع. بتقلنا ايه بتروح وما بتقبل تعطيها الدواء لانه هذا بيعمل سرطان وبيعمل عقم وبيعمل الدواء. فخلينا نكون واثقين اكثر من كلام الطبيب، من نصائح الطبيب، من شو بيشرح لنا. ونحن يمكن احيانا مقصرين بانه نشرح كامل الفكره لهالسيدات، لانه نحن عندنا افكار قديمه مغلوطه واخطاء شائعه كثير طبيه خاصه. صحيح. وراسخين عليها وعم نتعامل فيها وبنأذي حالنا لما بنستمر يعني باتباعها. فكتير مهم مننا ومن السيدات أنه يكون في تواصل ونحكي بشكل أفضل علميا عن الحالة حتى نقدر نوصل الفكرة للسيدة، لأنه هذا واجبنا بالنهاية. الأفكار القديمة المغلوطة نحاول نحسنها لنوصل لنتائج أحسن طبيا. دكتور راح نتابع الحديث عن مرض الثدي، بس خلينا ننتقل هلأ ونتابع مع مشاهدينا لمحة عن أهم الأغذية التي تساعد في التقليل من نسبة الإصابة بالسرطان ضمن تقرير أعدته زميلتنا سلمى عودة. نشرت دراسات كثيرة عن نوعية الغذاء ومدى تأثيره في علاج سرطان الثدي، ومنها الثوم، حيث يعرف باحتوائه على المضادات الحيوية التي يمكن استخدامها للتخلص من العوامل المعدية المختلفة مثل البكتيريا والخميرة والفطريات، ووجود مركبات الكبريت تجعل منه عامل مضاد للسرطان جيد جداً. أظهرت الدراسات أيضاً أن مستخلص العنب يؤثر على أورام سرطان الثدي، حيث تم العثور على الدواء الذي يسمى دوكوسروبيسين الذي يعمل على تعزيز النشاط المضاد للورم عن طريق استهلاك عصير العنب أو الاستخراج اليومي له كعلاج تكميلي. الشاي الأخضر
عرف بخصائصه المضادة للالتهابات وفعاليته ضد تشكل سرطان الثدي. زيت الزيتون الذي عرف بتقليله من خطر الإصابة بالسرطان، ونشرت دراسات بحثية تشير إلى أنه يحتوي على عناصر رئيسية تساعد في الوقاية من سرطان الثدي، وخصوصاً عند النساء بعد سن اليأس، إضافة إلى اعتبار الكالسيوم وفيتامين دي من العناصر الهامة جداً في علاج سرطان الثدي. دكتور، يمكن شفنا بعض الأغذية المهمة وحكينا تحت الهواء أنه أكيد بحلقات قادمة رح نتوسع بشكل أكبر، أنه عن جد موضوع كتير مهم هو علاج سرطان الثدي وشو أضراره وشو أسبابه وأهم شيء طرق التوعوية، أكيد نحكي عنهم بشكل أكثر، ولكن يمكن بالدقائق المتبقية من اللقاء خلينا نحكي عن نسبة يمكن الشفاء الكامل من المرض، خلينا نحكي نسبة الشفاء الكامل أيضا عن طريق الأدوية بالكتل الحميدة، خلينا يمكن نطمن المشاهدين بآخر اللقاء. إيه حلوة. نعطي فكرة سليمة أكثر وحميدة أكثر عن الإجراء بحد ذاته وعن العلاجات بحد ذاتها، إنه إحنا متوصلنا لبر الأمان في أغلب الحالات وبنسبة كبيرة من الحالات، فلذلك نحن فينا نقول أنه بالأكيد بالأمراض السليمة نسبة شفاء هي 100% ولمدة طويلة. المراقبة بس كتير بتخدم بأنه نحاول ما نخليها تنكس بفترات قريبة على بعضها، حتى لما بيكون في عنا إصابات خبيثة فعندنا نسب شفاء حتى ببلادنا بتوصل أحيانا ل 80% لخمس سنين، يعني بمعنى آخر أنه من كل 10 بيراجعونا عندهم مشكلة سرطان ثدي في 8 ما بيصفى عندهم اي مشكله لخمس سنين، وبعد خمس سنين يمكن ما يظهر شيء، وبالتالي في نسب شفاء عاليه، وكلياتنا بنعرف ناس تعرضوا لهي المشكله ومن 20 سنه وما زالوا لهلا الحمد لله انه على قيد الحياه. فما دائما سرطان يعني وفاه، ما دائما سرطان يعني مشكله كبيره، لا، صار في عندنا مو بس سرطان ثدي، بكثير امراض سرطانيه قدره على العلاج، وبسرطان الثدي بالذات صار في كثير تطور هائل بالعلاج الدوائي، انه انا معي سرطان ثدي بس باخذ حبه باليوم وعم بتعالج بشكل كويس، نسبه الشفاء عندي عاليه وبدون اضرار جانبيه وبدون اعراض جانبيه. نعم اكيد دكتور، نحن بدنا نتشكرك على المعلومات، بدنا نتشكرك يمكن على كل النصائح يلي قدمت لنا اياها. شكرا دائما لكم، وناطرينك بحلقات جايه لنتوسع اكثر. شكرا كتير. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. نتمنى الشفاء العاجل لكل دايما. المرضى. اما هلا مشاهدنا ننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات السياسيه بسوريا والعالم مع زميلتي ليمونه صالح. يسعد صباحك ليمونه. صباح الفل لك نور وليا. اذا مشاهدينا موجز لاخر واهم الاخبار. ساتم صباحا، حققت وحدات من الجيش العربي السوري تقدما ملحوظا خلال عملياتها على أوكار التنظيمات الإرهابية في مدينة حلب بالسيطرة على عدد من كتل الأبنية في منطقة سليمان الحلبي. وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية في منطقة سليمان الحلبي وتمكنت من استعادة عدد من كتل الأبنية من ضمنها نادي حلب وبناء الكهرباء والمرآب. وتكبدت التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، ولاذ العديد من الإرهابيين بالفرار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن السياسة الأمريكية حمت تنظيم جبهة النصرة الإرهابية. وقال الجعفري في حديث لقناة روسيا اليوم إن الغارات الأمريكية لم تستهدف إطلاقا على مدى سنة ونصف السنة تقريبا تنظيم جبهة النصرة الإرهابية. وأوضح الجعفري أن واشنطن لم يكن عندها بالأساس خطة ألف بشأن الأزمة في سوريا، وإنما كان عندها خطة ب. قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى
الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الكرة باتت في ملعب الأمريكيين فيما يتعلق بتسوية الأزمة في سوريا، وكشف عن وجود تباين في المواقف بين وزارة الخارجية الأمريكية وبين وزارة الدفاع وبين وكالة المخابرات المركزية. وأكد بوغدانوف أن الجيشين السوري والعراقي هما أكثر القوى فعالية على الأرض في مكافحة الإرهاب. في خبرنا الأخير، استشهد شاب فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وتركت قوات الاحتلال الشاب ينزف على الأرض، ومنعت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه، وزعمت أن الشاب طعن جنديا على الحاجز وأصابه بجروح قبل إطلاق النار عليه. انتهى الموجز. أما هلأ مشاهدينا راح نرجع ونكمل معكم باقي فقرات ومحطات صباحنا غير مع ليا ونور. راح نرجع لك نور. شكرا لك ليمونة. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة، سوريا منبت الإنسانية والحياة للمحبة والسلام، من رحمة خلقت الحضارة وانتشر الإبداع والفن، أبناء صنع المجد والتاريخ يلي عم يغزلوا يوم بعد يوم فجر بكرة من خيوط الشمس بكل عزم وإرادة. عن سوريا بدنا نتحدث، وعن أبناء رح يطول الحديث اليوم مع جوقة للفرح قدرت تترك بصمة بأذهان السوريين عن الرحابنة فيروز. سنتحدث وعن عرض المسرحي الأخير هنا هنا هنا. رح نبدأ الحديث مع مجد درويش النائب الفني لجوقة الفرح. صباح الخير يا مجد. وأكيد مع سعيد فريح كمان من أحد أعضاء الجوقة. صباح الخير يا شباب وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور لكم. صباح يسعد صباحكم. هون هنا 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 هنا. بالبداية خلينا نحكي معك مجد عن مشروعكم هنا هنا، شو الرسالة الأساسية منه؟ هلا موضوع مسرحية تبع هنا 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 كان فكرة شيفتين رجاء الأمير، هي عن نص مسرحية كاتبة أبونا الياس زحلاوي من سنة 93. حبت تحيي المدام رجاء وحبت تعمله تقلبه لنص مسرحي غنائي. هذا الشيء واجهنا فيه صعوبة طبعا. الرساله اللي هي كنا حابين نوصل انه نحن بالعاده بنعمل مسرحيات، يعني بنعمل رسيتالات غنائيه بس. صحيح. هي المره حبينا نغير شوي، نفرجيكم شيء ثاني، انه نحن فينا نعمل مسرحيات غنائيه. كان لنا من شيء 5 سنين تقريبا شيء قريب منه، وقت عملنا وسع السما فيروزيات عملنا حوار غنائي. هلا كانت شوي مختلفه، انه نحن عملنا مسرحيه غنائيه، كان فيها ممثلين، كان فيها إخراج، يعني كان فيها راقصين. الحمد لله إن شاء الله. نعم أكيد مثل ما تابعنا مسرحية كتير حلوة وستايل جديد. يمكن سعيد هيدا ستايل الرحابنة وفيروز مثل ما قلنا، قد يمكن على أمل أنه تستمر بسوريا أو يكون هي بداية الرسالة من سوريا هذا المسرح الغنائي؟ تماما. هلا اللي بيعرف جوقة الفرح او متابعه تقريبا بيعرف انه اغلب اعمالها لا تنفصل او لا تبعد كثير عن فيروز والرحابنه. مثل ما قلت لك كان في عمل فيروزيات كامل من 5 سنين. هلا هي رساله المسرحيه، يعني مثل ما بيقولوا المكتوب مبين من عنوانه، كان هنا هنا هنا. كان النص لابونا الياس كاتبه بال 93. فهذا هو للاسف انه شاءت الظروف وصارت احداث هذا النص بالوقت الحالي. بتحكي عن الهجره، بتحكي عن حركه اللجوء اللي صارت، بتحكي عن الغربه ولما الواحد كيف بيتغرب عن بلده. فهو كان كاتب هذا النص فينا نقول مثل الرؤيه سنه 93. هلا بوقتها كان بده يصير هذا النص عمل مسرحي، بس يمكن يعني ما لقى مخرج او شاف مخرج بالاحرى، بس ما لقى انه العمل كان مناسب لوقتها. ما كان في تنفيذ صح للعمل. تماما. فالمدام رجاء الامير هي المايسترو قائده الجوقه تبعيتنا نحن الجامعيين. رجعت هلا طلعت النص مره ثانيه ولقيته كثير مناسب لهذا الوقت. فمثل ما قلت لك حولته لعمل مسرحي غنائي. قديش ممكن يستمر هذا الشيء؟ هلا نحن هي اول مره بتطلع الجوقه بهي الصوره.
ان شاء الله ما بتكون اخر مره يعني ان شاء الله، لانه لقينا كثير يعني اخبار. هل ستكون هي خطوه للانطلاق؟ هي كانت مثل صوره جديده لجو اب تطلع فيها، فان شاء الله يعني بما انه لقينا لها فيها اقبال كثير حلو كانت وسمعنا اصداء حلوه عنها، فبنتمنى انه نتابع بهي الخطوه لقدام. خلينا نحكي معك مجد سعيد، عم يقول انه هي اول مشاركه للجوقة بهيدا المشروع عرض مسرحي، خلينا نحكي عن عدد المشاركين وعن تفاعل الجوقة مع الفنانين مع العرض المسرحي كيف كان؟ هلا رح اقول لك بصراحه، نحن عدد الجوقة نحن كان المشاركين 72، العدد الفعلي هو اكبر من هيك نظرا للظروف طبعا، مين شخص يشاركوا. بالنسبه للتفاعل ما بخفيكي انه كان صعب، نحن بالاخير نحن ناس متطوعين، هن الممثلين او الراقصين هن الناس خلينا نقول بروفيشنال، يعني هن هي شغلتهم. نحن اكيد كنا كثير مبسوطين بالتعامل معهم، وهن قدموا لنا شيء كثير حلو، ونحن بنفس الوقت ما بعرف اذا قدمنا لهم كمان شيء ينبسطوا فيه هن. الحمد لله كان في رسالة مشتركة بتجمعكم من خلال هذا العرض، هاي اللي بيجمعكم طبعا. الرسالة يعني هي كيف بدي اقول لك، كان نحن عندنا موضوع التدريبات، موضوع يعني صار في يعني وحدة حال، صرنا نشوف بعض كل يوم كل يوم كل يوم، كان عندنا تدريبات حتى اخر 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 10 ايام كان كل يوم تدريب شي 6 ساعات. صرنا رفقات، صرنا مع الممثلين، الحمد لله كان صرنا بالجو اكثر، صرنا بالجو اكثر. نعم سعيد، يمكن مثل ما ذكر مجد مرقتوا كثير باوقات تدربتوا، باوقات كانت كثير صعبه، باوقات كانت كثير حلوه، خلينا شوي هيك ندخل بهيدي الكواليس. لا يعني اكيد هالمجهود الكثير كبير نتج عنه هالثلاث ايام الرائعين من هالعرض هنا هنا هنا، خلينا نحكي يمكن شوي بالكواليس. طبعا كانت كثير متعبه التدريبات، بالاخص البروفات الاخيره يعني كنا عم نعملها بالدار الاوبرا. مثل ما قلت كانت تستمر اوقات 6 ساعات بالنهار يعني، فحتى متعبه لنا ولاصواتنا يعني، انه عندنا عمل غنائي بعد 3 ايام كان نحن، بس كنا مستمتعين فيها لانه مآمنين بفكره العمل اللي عم نعمله. هي الفكرة تبع العمل بحد ذاتها إنه هنا 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 لإثبات إنه نحن هون، نحن بالبلد. هي بتحكي عن الحضارات، بتحكي عن التاريخ كمان، بتحكي عن كيف بينغر الإنسان بالدولار وسافر لبرا ولجأ لبرا مشان الدولار، وبعدين قرر بالأخير إنه ما لقى غير بلده لحتى يرجع له فرجع لهون. فنحن كنا مآمنين بهي الفكره، مشان هيك كان التعب اللي عم نحكي عنه كلياته بهون يعني مقابل فكره العمل اللي كنا عم نشتغل عليه. بس لما تنقل انت يمكن تفاصيل حياتيه او معيشيه عايشه، قديش في عندك يمكن مصداقيه بنقل الصوره؟ قديش انتم مثلا على المسرح عم تنقلوا هي الحقيقه الواقعيه يمكن اللي عايشينها نحن بالبلد؟ هلا طبعا النص واختيار الاغاني اللي كنا عم نغنيها ضمن النص كانت بتنقل هي الصوره اللي عم تحكي عنها، يعني لما يحكي السوري عن معاناه السوري يعني هون الهدف الاساسي والرساله الاساسيه. طبعا هلا في عندك اول شيء مثل غنيه المحبه، هي احدى الاغاني اللي غنيناها بالمسرحيه، هي بتحكي عن انه المحبه هي الاساس اللي بتحل كل المشاكل اللي نحن موجودين فيها. في عندك غنيه احترف الحزن والانتظار، هي الغنيه لفيروز والرحابنه، كانت من الاغاني اللي غنتها فيروز وقت النكبه الفلسطينيه كمان، اللي بتحكي كمان عن العالم اللي هاجرت، فهي للاسف صرنا بوضع شبيه له هلا بسبب الارهاب اللي عم نتعرض له عنا بالبلد. في اغاني فيها كمان اراده وامل يعني كمان بالمطلق في طبعا في اغاني فيها اراده، وفي عندك هيلا يا واسع، هي اللي غنيناها اول وحده، هي غنيه العوده فينا نقول او الرجوع للبلد يعني. وفي عندنا كان وصله فرح اخر شيء، بما انه نحن جوقة الفرح يعني معودين العالم على الفرح، فكان في عندنا وصله فرح خارج نطاق العمل بعد ما طلع الاب الياس زحلاوي وارقى كلمته، فكان في عندنا وصله فرح هيك رجعت عايشت العالم مره ثانيه بالفرح. نعم مجد، كمان باخر يوم كان في تكريم اصغر فرد من الجوقة لاكبر فرد من الجوقة هو ابونا الياس، خلينا نحكي عن هالتكريم وخلينا نحكي عن هالجوقة يمكن بتضم كل الاعمار اللي هي مبنيه على المحبه وعلى الفرح يلي هي عم تنشره من خلال اعمالها.
بدي اقول لك شغلين. نحن ابونا الياس كثير بيحب الاولاد بالكورال، يعني انت ما بتخيلي كان مشهد كثير حلو انه اصغر فرد بالجوقه تقريبا ما عمره 5 سنين عم تكرم اكبر فرد. نحن بالكورال خصوصي لما نطلع اي نعمل اي عمل، لما نطلع اي مخيم اي مبيت، بيكون عن جد في بجوقه الفرح، بيكون فرد عمره 6 7 سنين وبيكون بنفس الوقت ابونا الياس اللي هو الله يطولنا بعمره، يعني كبير بالعمر. هذا الشيء كثير حلو، يعني ما فيني اوصف لكم، بنعيش مع بعض، بنعيش لحظات كثير حلوه، يعني بيكون في تفاعل كثير حلو، بيكون في نشاطات كثير حلوه بينات بعضنا. طيب سعيد، خلينا نحكي عن انضمامك لجوقه الفرح، كيف كان وكيف كانت المشاركه وليش انضميت لجوقه الفرح؟ هلا بصراحة أنا كنت بجوقة الفرح أنا وصغير وقطعت فترة كتير منيحة الجوقة، وبعدين يعني بسبب الدراسة وفترة الدراسة يعني، بس كنت تقريبا من الصف السابع بجوقة الفرح. بعدين في صديقي مجد، هو النائب الفني يعني بالجوقة، كما رجع قال لي انه ليش ما بترجع بتفوت مره ثانيه يعني على الجوقة، انه قنعني بالموضوع. كانت العودة أكيد قويه من خلال المشاركه بهيدا العرض المسرحي. نعم، هو ما كانت العودة قويه. لا انا صار لي فتره يعني هلا شاركنا، كان في لي مشاركات هلا اخيره، كان في لنا تدمر وبدار الاوبرا، وهي يعني لحقت كم عرض بالاخير يعني. وطبعا بفتخر فيهم هدول العروض، يعني انا من حسن حظي كانت اكيد. وقت اللي قال لي قلت له طبعا اكيد، يعني ما استنيت ولا لحظه يعني ورجعت فتت على الجوقة. هلا كيف بيتم انتقاء الاعضاء بجوقة الفرح؟ هي المسؤول الفني خليه يحكي عليها. نعم. هلا بالنسبه للاعضاء بجوقة الفرح، نحن اي حدا بيجي بنساله بتعرف نوطه، شو دارس موسيقى بحياتك، يعني هذا شيء كثير مهم. بيعرف يغني في الشارع معكم؟ بيعرف يغني، نحن فينا نسمع صوته، فينا ندربه. المهم انه يكون اذنه بيسمع صح، اللي يكون بينقل اللي بيسمعه لصوته. هذا الشيء الاهم، انه يكون بيعرف يغني. والاهم قلت لك انه بيعرف نوطه او دارس موسيقى بحياته، فهذا شيء كثير مهم عنده. نعم. مجد، بختام حديثنا معكم، تحضيراتكم للكريسماس وللنيو يير، خلينا نعرف شو هي. اكيد مع انه كانت هي مفاجاه يعني، بس نحن بس هيك شوي نعم. ان شاء الله عنا عمل، ان شاء الله كل الكورال بالكريسماس، نحن هيك عودناكم قبل الأزمة كل سنة، بس طبعا نظرا للظروف هذا الشيء ما عاد عملناه، صرنا 4 سنين يعني. ان شاء الله هلا بيكون عنا عمل كثير ضخم بدار الاوبرا كل الكورال. بدنا نتمنى لكم التوفيق. ان شاء الله قريبا بيكون عنا عمل بحلب كمان يعني. ان شاء الله يا رب. بعد تدمر اكيد لازم يكون في حلب. ان شاء الله هذا اللي بنتمناه. بالختام سعيد، شو بتحب تقول؟ هلا بحب اقول اول شيء بدي اوجه تحيه للاب الياس زحلاوي، هو المؤسس الجوقة. اكيد نحن بدنا نقول له صباح الخير لابونا، والله يخلي لنا اياه والله يطول بعمره يا رب. نحن بصراحه يعني انا من الاشخاص او يعني بعتقد كل الجوقة بتحسده، او يمكن كثار من السوريين انه قدر انه يترك بصمه بهي الحياه اللي هي اسمها جوقة الفرح، انه اجى وعمل شيء للبلد وعمل شيء للوطن يعني. عمل شيء لكل شاب. فنحن بنتمنى انه نتمثل فيه يعني، انه اقل شيء نقدر نعمل شيء بسيط من اللي هو عمله، فهي رسالتي له. نعم، نحن كثير انبسطنا فيكم يا شباب. نحن كمان. بتحب تقول شيء يا مجد بالختام؟ بحب اقول الله يرحم شهداء الجيش، والله يخلي لنا هالبلد يعني، وان شاء الله نضل نقدر نعمل شيء ونقدم شيء حلو ان شاء الله بهمه شبابنا. عن جد يلي بترفعوا الراس. شكرا كثير لكم مجد وسعيد. شكرا لكم وموفقين يا رب. شكرا لكم، نتمنى التوفيق كمان لكل جوقة الفرح. شكرا لوجودكم معنا اليوم. شكرا. اما هلا مشاهدينا، محطتنا الصباحيه لليوم وصلت لنهايتها، تحيتنا الدائمه بنجددها لحمات الديار ابطال الزمان والمكان. لمتابعه الحلقه على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، او الساعه الواحده ليلا على شاشه الاخباريه السوريه. ضلوا بالف خير، باي باي. مشاهدينا صباحنا غير بهي اللحظه اكيد وصل لنهايه فقراته، بكره موعدنا بيتجدد بنفس الوقت بتمام الساعه 9 صباحا بحسب توقيت مدينه الياسمين، بمواضيع جديده وضيوف جدد. الرحمه، كل الرحمه للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وبالنصر لحراس الحياة أبطال الجيش العربي السوري. من اليوم لبكرة، ضلوا بألف خير، باي باي، باي باي.